تزامنا وقرار توقيف شقيق حاكم مصر في لبنان رياض سلامه بجرم الاثراء غير المشروع، عينت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون جلسه لحاكم مصر في لبنان رياض سلامه نهار الاثنين المقبل على ان تحيل ملف شقيقه رجا بعد الادعاء عليه الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولة منصور لاستجوابه، فاما اصدار مذكره توقيف بحقه واما تخليه سبيله، علما انه يحق للنيابه العامه اي القاضي عون استئناف القرار وإبقاء رجا سلامة موقوفا إلى حين بت الطلب من قبل الهيئة العامة خلال 24 ساعة. وبحسب معلومات الجديد فأن عون تتجه لاتخاذ إجراء قضائي جديد بحق رجا سلامة الاثنين المقبل ويشمل منع التصرف وحجز الأملاك. أما بالنسبة إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وإذا ما تمنع عن المثول مجددا أمامها فأنها تتجه للادعاء عليه في الإخبار المقدم من رواد العدالة. من جهة أخرى تتابع عون ملف المصارف وشكوى مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، إذ ستعمد خلال الأسبوع المقبل إلى إبلاغ مصرفين جديدين جلسات استماع أمامها في قصر عدلب عبده.